اعلان. بدي لك انه اللي عم نعمله هلا كل العالم يروح عم يسمع. امين امين. يعني ابليس عم يسمع والملائكه عم تسمع. وبتعرف في حرب روحيه بالسماويات هذا الوقت. في حرب روحيه بين ابليس واعوانه بين الملائكه ملك يسوع المسيح. مين بينتصر؟ مين مسكر الكنيسه؟ مين يفتح الكنيسه؟ مين بيأسر شعب الرب؟ مين بيفتح؟ مين 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 بيرفع شعب الرب؟ احنا كلمه الرب هي بترفعنا وروح القدس هو اللي فينا. انت يا رب ملجئي جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك الشر ولا تدنو ضربه من خيمتك، لانه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الايدي يحملونك لئلا تسقط بحجر رجلك، على الاسد والسر قطع، الشبر والثعبان تدوس، لانه تعلق به التشجيع ارفعه لانه عرف اسمي، يدعوني فاستجيب له، معه انا في الضيق انقذه وامجده، من طول الايام اشبعه واريه الخلاص. اللي انا عم بتشوفه اليوم هو الاناكيل. هو ما قال رح يكون في وباء، رح يكون في وباء ولكن انت مميز، احنا فيك، انت رح خلص. ما قال ما رح يكون في شر، قال في شر لكن سترى مجازات الاشرار بعينيك. امين امين. الرب هو حسن بهذا الوقت والمرجع. فاليوم في قرار واضح بحياتي وحياتك، انت عم بدك تتكل. بس اذا بتلاحظ كلمه الرب قبل الوباء بقول فخ الصياد. المكتوب ابليس كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. وبتعرف الصياد لما بده يعمل فريسه بحضر فخ، والفخ اللي بيعمل بقى كثير محكم. يعني الصياد شخص عنده حكمة وموهوب انه يعمل فخ، وهذا الفخ يلقط فريسته بأي طريقة، لدرجة انه الفريسة بدها تلعب تعلق بهذا الفخ لازم تموت او يبتر عضو من اعضائها لما بتحاول تهرب. يعني ما بيصمد سالم، يا اما بيعلق يا اما ما بيعلق، فإذا علق خلص. فابليس عم بخطط شمال يمين، وبتقول كلمة الرب قال من الوباء. يعني اهم شيء بيقدر يستخدمه بضدك هو شو؟ يرسل وباء، يرسل خطر، يرسل موت، يرسل تشويش ليعلقك. هون كلمة الرب قال الله يخلصك من الصياد، من فخ الصياد. يعني الرب بشخصه بيجي لهذا الفخ اللي عم بحاول يمسك، بحط يده عليه ويفتح ولاد ابني انا بهتم فيه، هذا ابني انا حمي، هذا ابني اللي انا ثمنه دم يسوع المسيح الذي يطهر من كل اثم، انا بحمي ابني من كل مرض، من كل وباء، من كل فيروس، من كل وباء، من كل موت، وانا بعطي حياه لابني لانه ابني مميز، ابني مبارك، ابني محمي بدمي. احنا مش ناطرين تسيب كورونا تنصلي هذا المظلوم. بدي اقول لك انه قد الرب حمانا من امور كثيره، في فيروس بعد اشد فتكه من الكورونا. بعد في الرب خلصنا من الموت كم مره. نحن ببلد يمكن في تلوث، وفي التلوث عالي، وفي سرطانات، وفي والرب عم يحمينا، والرب عم يحمي خلايانا، عم يحمي الدوره الدمويه، عم يحمي اجسادنا، عم يحمي افكارنا. ليش بالحرب؟ قديش الرب حمانا بالحرب؟ بالوقت اللي الصواريخ طالع الناس ب 24 ساعه والرب كان عم يحمينا، والرب ما زال يحمينا من فخ الصياد. بقول لك انه كورونا موسم رح ينتهي. كل اللي بتوقع على الماكسيموم 15 يوم او اول الصيفيه، الماكسيموم بعد شهر بكون خلص الموسم تبعه. هل انت مش بحاجه لحمايه من بعدها؟ انت بحاجه لحمايه بكل لحظه، بكل دقيقه، بكل ثانيه. فما تخاف، بلك الرب قال ما تخاف، ما تتمتع بهيدي الشروط، تتمتع بهيدي الحمايه. تقول كلمه الرب الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. يعني انا بحاجه انه تتمتع بحمايه الرب، بدي اكون بمكان مختلف. امين.
أنا عايش بلبنان، ولكن أنا عايش في محضر الله في لبنان، وهذا المحضر هو سبب حماية لي، لأنه في محضر الله لا فيروس ولا بكتيريا ولا أرواح شريرة ولا أمراض تقرب من خيمتي، لا تضرب ضربة من خيمتك. لما أنت تكون في محضر الله كن أنت قاعد في الستر العالي. تعرف شو الستر؟ شو يعني ستر؟ يعني كفر، يعني بغطيك بظلمك. قال مين بده يخترق الحضور الالهي؟ مين؟ ابليس بيقدر يخترق الحضور الالهي؟ ابليس بيقدر يصعد الله؟ الفيروس بيصعد لله؟ خليني اقول لك اليوم مين اعظم، يسوع ولا كورونا؟ يسوع او كل ما مين اقوى، يسوع ولا كورونا؟ يسوع. يسوع ولا الدولار؟ يسوع. يسوع ولا السياسات اللي على الناس؟ يسوع اعظم واقوى، هو ملك الملوك ورب الارباب، هو البدايه والنهايه، بدونه لن يكن شيء. الناس اليوم مصروع وجانب، بده يدمر كيس الرب بطريقه، ان كان بالصين وان كان بلبنان وان كان بايطاليا وان كان ما بعرف وين، بده يتعدى على شعب الرب، لكن شعب الرب يجب في هذا الوقت ان يعرف مكانته في يسوع، يا ناس انا تحت اقدامي باسم يسوع، انا مشفي بدم يسوع، انا مبارك بدم يسوع، انا ابني كثيرين، انا مبارك، انا لا يعوزني شيء، يا رب انما خير ورحمه يتبعني كل ايام حياتي، لا تدنو ضربه من خيمتي، الذين يحبون الرب، الله يوصي ملائكته بهم ويحميهم لكن تسقم بحجر رجلهم، مش بفيروس، انتبه، يعني انت ماشي منطق رجلك يا محرقه. إذا عن جد اتقر هذا المصبور بتشوف تفاصيل الله بيهتم فيها ولا ببالك. الأول عنده سلطة وجبروت وفكر أنه بيحكم الدنيا هو إله نفسه، كمان ارتهب وانكسر قدام شيء ما بيقدر يشوفه بعينه المجردة. تخيل نعلن يسوع إمبراطوريات سقطت، أعظم إمبراطوريات سقطت. عم تطلع اليوم يا رب ما في نقاري كنيستك اليوم من الكنيسة اللي كانت، ما فيني قارن يا رب كنيسة عمل الرسول بكنيسة اليوم، ما فيني قارن اليوم أولادك القديسين يا رب اللي سبقونا يا رب بالسماء، العديد بالأمجاد، العديد بأحضرامك اللي انصلب بالمقلوب واللي انضرب واللي انجلد واللي مات كرمال اسمك يا رب. أي كورونا يا رب، أي فيروس، أي ضغط مادي، أي لك هدول ما كانوا شايفين حدا غيرك أنت يا رب، ما شايفين شي غيرك أنت، ما شايفين شي غير الأمجاد السماوية. تعرف استيفانوس كان عم يرجم لأجل اسم يسوع، كان عم يرسم، طب ما تطلع استيفانوس ما تطلع عليهم، قال تطلع على السماء مفتوحة وشاف يسوع على المكان، قال له يا أبا تأخر لهم، نفس كلمات يسوع ما كان شايفهم هن، الحجارة عم تنزل دبش على جسده، عم تكسر عظامه، عم تفننه بقتله، عم بينزف شعير، عم تفجر، واقف عم بتطلع عن السماء وشايف يسوع، نسي ألمه ونسي وجعه، بدك تنسي ألمك ووجعك، تنسي تحدياتك، خلي عيونك على يسوع، اطلع على السماء، شوف جمال يسوع، ابرع جمال الكل بين البشر، انت مش اعظم من استيفانوس، بدك تحمل اسم يسوع، في مسؤوليه لهذا الاسم، مش بس تتغنج، الرب عم بغمجك وعم بحبك، والرب بيرعاك، لكن في مسؤوليه، ما تفكر انه الصياد مبسوط وابليس مبسوط انه انت حامل يسوع، هو كثير زعلان، هو كثير متضايق لانه انت بتشبه يسوع، بتمثل يسوع، هو متضايق انه اليوم ما قدر يحطك بالبيت ويحبسك، طلعت انت خسر عن الطبيعه وجيت تكون عم بتمثل مجد اسم يسوع وترفع اسم يسوع، اتوقع يكون عم بحط لك فخ ثاني وثالث ورابع، لكن اعيننا نحوك يا رئيس ايماننا ومكمله. قالوا الرب هو درعي وهو حصني ممن اخاف. الرب حصني، تحصن بالرب، تحصن بالرب. انت في خطر في كل وقت، وانت في نعمه وبركه في كل وقت. امين. لما نتكلم من كلمه الرب عن الصياد والفخ، يعني انت الرب بيقول لك عم بحاول يوصل لك المسج كثير واضحه، أنه أنت في خطر، في عيون عليك عم بتراقبك لتكون عم تستوعبك، حتى أنت مسترجف الأمور أنت شايفها، يا أنا ما في شيء، يا أخبار بتجنن، لا حبيبي أخبار بتجنن، بس أنت بخطر، لكن أنت بحماية الرب، الله عم بيهتم بخطواتك، عم بيهتم، إذا بيهتم بخطواتك برجلك، كيف أكلك وشربك وحياتك وصحتك؟ كيف؟ يا مظبوط، بس انتبه بدي أقول لك إيه، في صراع روحي بالعالم الروحي بين السارق وبين معطي الحياة. أمين؟ في صراع روحي، ف
في مشكل كبير كرمال وكرمالك عم يسيب العالم يروح فيه كرمال تكون عم يعطيك حياه. بدنا نسمع عن يسوع اساس ما هيك بقولوا عن يسوع. واو بعقد يسوع، ابن يسوع بعقد، بس يسوع مش بس بعقد. انا بحش اني اعرف يسوع. يعني انت عندك شركه مع يسوع يوميا، انت بتقرا عن يسوع، بتسمع كلمته، بتتكلم معه، بتحكي معه. يسوع الساكن في ستر العلي، هذا شخص يعني عايش بعلاقه قويه مع الرب. الذي يعرف اسمه يدعوني فاستجيب له. يدعوك، اذا انت بتدعي شو بصير؟ يعني مش انه يا رب بنصلي وبننتظر، لا، كيف تقول يدعوني فاستجيب له. ساعه ما انت بتقول يا رب، رب لك ايه؟ ما ناطر هالكلمه. وهيدا الوقت اللي عم نقطع فيه بدي اختم فيه. الناس فاقده الحياه، الرب بده يستخدمنا ويفرجينا خلاص نفوس كثيره.